شوف، هذه يعني هذه المخاطر وهذه التهديدات اللي تهدد الأمن والنظام في البلاد، هذا جاء بسبب التأسيس الخاطئ. يعني لو أن قانون الأحزاب طبق وقانون الانتخابات طبق بشكل سليم، وكان يفترض أنه أي تنظيم سياسي يمتلك جناحاً مسلحاً لا يسمح له بخوض الانتخابات، لأن الانتخابات هي تنافس سلمي على السلطة وليس تنافس أو صراع بالسلاح. فشيء طبيعي أن تترتب على مثل هذه الأخطاء نتائج خطيرة تهدد السلم والنظام في البلاد. هذا التوجه الحقيقة توجه خطير، يعني أتمنى أن ينتبه الجميع، تنتبه كل الأطراف إلى أن خيار الفوضى هو الخيار الأسوأ. يعني مهما كانت البدائل هي أفضل من خيار الفوضى. دفع الأمور بهذه الطريقة وبهذه الإدارة الضعيفة، أو مو الضعيفة أقول الغير الناضجة، طيب، ربما يعني تدفع بتصعيد الأحداث في العراق إلى مستويات خطيرة جدا. لذلك يعني لابد أن يعلو صوت المنطق، صوت الحكمة. شنو الخيارات المطروحة دكتور نديم؟ شنو الخيارات اللي مطروحة اليوم أمام القوى السياسية اللي تشوف نفسها خاسرة؟ أعتقد الخيار اللي طرح من الجانب الإيراني أنه خلي يعني تلتقي أطراف من الإطار التنسيقي مع التيار الصدري بدون السيد المالكي، كما وصلتني هذه المعلومة. يعني قال أنه قصة وحدة الصف الشيعي ومصلحة الشيعة تتقدم على الأشخاص. هذه الفكرة لا تزال مطروحة، وأنا لازلت أعتقد أنها هي الفكرة التي ستمضي. يعني في نهاية المطاف لن يذهب السيد مقتدى الصدر لوحده للتفاهم مع القوى الكردية والقوى السنية، لا بد أن يلتحق به عدد من الأطراف الشيعية، أو على الأقل أن يسميها رموز شيعية. يعني مو بالضرورة لديها مقاعد يعتد بها، لكن يعني قوى الدولة تقصد؟ يعني قوى الدولة مثلا، يعني التركيز الأكبر هو على قوى الدولة، وربما بدرجة أقل هنالك ايضا تعويل على السيد هادي العامري. هادي العامري يعني من النوعيات اللي يبحث عن حلول، يعني هو يتميز عن الاخرين ب يعني قدرته على تقديم تنازلات لصالح مصلحه مذهبيه اكبر. فممكن وشنو مصير باقي الكتل تحديدا دوله القانون والعصائب؟ ونتحدث هنا تقريبا عن اكثر من 45 مقعد دكتور. لا، هي شوف، تم تسوية كل المشاكل مع كل أطراف الإطار التنسيقي. يعني بقي التحفظ كان على اثنين، على العصائب وعلى دولة القانون، وبالتحديد على شخص السيد المالكي. أعتقد مع العصائب تم القبول بالشيخ قيس الخزعلي، ولا ننسى الشيخ الخزعلي هو أصلا من التيار الصدري. أعتقد الآن أصبح مقبول لدى التيار الصدري. هذه التيارات كلها الآن ممكن أن تلتحق بالتيار الصدري، وأعتقد أنه التيار الصدري سيرحب بها. ربما العقدة الأساسية هي عقدة السيد المالكي. السيد المالكي إذا انسحبت هذه القوى المتحالفة معه راح تكون قوى ضعيفة للغاية. يعني عدد مقاعدها وقوتها الآن متوقفة على حجم دولة القانون. يعني فقط دولة القانون اللي عندها حجم يعتد به.